السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأسبوعي الثالث. كنا توقفنا هذه السلسلة، لكن سوف نعيد هذه السلسلة مرة أخرى. الفيرجن لبلندر حاليا 2.81، وهذه هي الفيرجن الحالية. في بعض الإضافات في هذه الفيرجن، وأعتقد معظم الإشيوز اللي كانت في الفيرجن 2.8 تم حلها في هذه النسخة السابقة. طيب، نجهز الملف كالعادة، نضغط على تي لإظهار التول شيلف على الجهة اليسرى. ممكن لو مش هنحتاج التايم لاين حاليا، ممكن نلغي التايم لاين، نحذف جميع الأجزاء اللي في السين، وممكن إضافة نيو كوليكشن. ممكن نسمي هذه الكوليكشن ديزاين، ونسمي هذه الكوليكشن ريفرنس ايمجز، وممكن نضيف عدة كوليكشنز أخرى. ممكن نسمي هذه تراش كان، ونضيف كوليكشن لللايتنج. بالنسبة للإعدادات، لو هنحتاج إعداد من الأدونز، ممكن نحتاج النود رانجلر، وليس النود رينج. وممكن نحتاج أيضا اللوب تولز، لوب تولز، وبالطبع السكرين كاست كيز، وبالطبع في الأرش مش والأرش باك. طيب، هنسيف الملف على هذا الأساس. سيف بريفرنسز كالتالي. موضوع هذا الدرس هيكون عن المودفايرز، all about modifiers. فهنضيف object وليكن بلين أول مودفاير هنتحدث عنه، ولكن يفضل نفعل سكرين كاست كيز. طيب، أول مودفاير هو السوليديفاي مودفاير. هذا المودفاير طيب، إذا السوليديفاي بيتم إضافة سيكنس لهذا البلين. فإذا السيكنس حاليا 10 سنتي. عشان نذهب للسين، وفي المتريك في اللينس هيتم إضافة سنتيمتر. فإذا السيكنس سنتيمتر، ممكن يتم زيادة السيكنس بهذا الشكل وليكن 50 سنتي. فإذا تم إضافة سيكنس. ميزة السوليدفاي إنه نون ديستركتيف، بمعنى إن ممكن حاليا السيكنس يكون 50 سنتي، ممكن بعد فترة نقول إن السيكنس 10 سنتي. طب الميزة التانية انه ممكن في انيميت، بمعنى ان لو ذهبنا هنا للتايم لاين، وهنقول ان الستارت والاند لحد 100 فريم. في الفريم الاول هيكون الثيكنس 10 سنتي، في الفريم الخمسين هنضيف هنا كي فريم، في الفريم الخمسين هيكون هنا وليكن thickness 100 سنتي، ونضيف insert keyframe. فتم إضافة 2 keyframe على هذا الأساس. play مرة أخرى، هيبدأ من الفريم الأول إلى الفريم 50. ده ميزة الموديفاير، إنه ممكن نستعمل ال keyframes بهذا الشكل. طبعا في بعض الأشياء اللي ممكن يتحكم بها في حركة ال animation زي ال graph modifier. ممكن طبعا تحريك الكي فريمز، ممكن اختيار فقط هذه الكي فريمز وتحريكها على هذا الأساس. وده هي عبارة عن نتيجة الموديفاير. أي قيمة في بلندر، أي قيمة سواء كانت الأوفست أو الكلامب أو أي قيمة من هذه القيم، ممكن يتم عملية أنيميت. طيب، الميزة الثانية في الموديفاير إن الأوفست، بمعنى هل احنا محتاجين السيكنس يكون في اي جهة، في الجهة العلوية او في الجهة السفلية. فده هي باختصار هو الاوفست، ممكن يكون في السنتر على هذا الاساس. يبقى اذا لو عملنا بلاي مرة اخرى، اذا بيزيد في الاتجاهين. طيب، الميزة الثالثة في السوليديفاي، وهو عبارة عن الماتيريالز. ممكن نضيف هنا ماتيريال. هذا الكلام مش هيظهر غير لو ضفنا 2 ماتيريال.
فإذا دي فيرست، هنسمي دي فيرست، وهنسمي ديت سكند. الفيرست هتبقى عبارة عن وليكن color بهذا الأساس، وهنا دي color وليكن blue. طيب هنيجي هنا في الموديفاير، الريم اللي هي المحيط هيكون وليكن 1، والماتيريال هيبقى 0. هنيجي هنا في البرنسبل بهذا الشكل. يبقى اذا تم عمل الماتيريال الاساسيه للبلين باللون الاحمر، والماتيريال للريم باللون الازرق. ده كده المحتاجين يعرفوا عن السوليديفاي موديفاير. ثانيا هنتحدث عن السب ديفيجن سيرفيس، فهيكون في كيوب بهذا الشكل، ونعمل سب ديفيجن. بيتم عمل سموثنج للكيوب، وإضافة بعض التفاصيل في هذا الكيوب. فالفي بورت 3 ده كده الفيو بورت، ده كده هذا الكيوب تحول من هذا الشكل المكعب إلى هذا الشكل. سيمبل يتم عمل سب ديفيجن، خلينا في الواير فريم، ولكن مع الحفاظ على الشكل الأساسي. ثانيا في ال أو ثالثا في البيفل موديفاير، بيتم عمل بيفل للإيدجز. هذا هو الويدث للبيفل، يفضل أن الأبلاي للسكيل ونضيف ويدث بهذا الشكل. حقيقة لا أدري لماذا الويتس لا يزيد عن، المفترض إن الويتس يكون متغير. نضيف وليكن أولر ترانسفورمد. تمام، إذا إحنا ممكن نلغي تمام. هنعمل تجربة مرة أخرى لل البيفل، وليكن هنا سيجمنت هيكون 4. تمام، هو تقريبا الماوس مش شغال، فهنضيف كيوب مرة أخرى. وفي المودفاير في البيفل 3، تمام. يبقى إذا كان الويتس شغال، فمهما زودنا الويتس، هذا الويتس للبيفل، فبيشتغل وليكن الويتس 25، والسيجمنت بهذا الشكل. طيب مرة أخرى، في بعض الأوبشنز هنا. ده طبعا الماتيريال لل البيفل ماينس 1، يعني يستخدم نفس الماتيريال الأساسي. ممكن يتم إضافة ماتيريال أخرى بنفس فكرة